بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية تحية نضالية، تحية المجد والخلود والشهداء. احنا كيف تشوفوا هذه البولة، هاي البولة هي اللي ليلة مضويين بها في ذي الدار اللي راكم شفتوا البث اللي معدل بابو سيد، واللي يعني عن احنا تعرضوا لهم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، واللي عايشين هذا لعاد العالم زين عنده يشوف الواقع اللي هو وعايشه ولا يقدر يتكلم فيه. هذا عيب وعار، هذا عيب وعار على جماهيرنا في مدينة بجدور المحتلة بالخصوص اللي عنها هي. تشوف نحن يوميا في ذي 123 يوم تنظر لنا وتخرص لنا بذي الصيف اللي هي ولا فيها حتى روح نفسية تشي ترفع، ما عينا في الحصار ينقلع ولا عينا في المواجهة، لا يعني اللي ما قالت الضب يتقدوا خاطبوا، ما نحن نقفل علينا، احنا نقفل علينا اتجاهات الأربعة. نحن راكم كيف تشوفوا ضريك ذي الدار وتشوفوا طمع علينا والدتنا ومتو راها عادت في حالة حتى هي اللي سخفانة من قبيلات اياها. يا قير نحن، يا قير نحن، نحنايا نقولوا عنا والله ما انا خايفين، والله يا ذي سعيد انا بعد به ذي الظلمة ولذي المواجهة مع ذي الاحتلال بيا اللي عارفة عني على حق وعارفة عن ذا ما هو ليدوم المغرب، ما هو ليدوم في الصحراء. هذه قضية أكبر منه هو وأكبر من إجهيزته وأكبر من تعذيبه النفسي والجسدي واللي عامل كامل معاه. يا قير ما زين عندي يعودوا الصحراويين يتواجدوا فرد في هذا المنزل ويعودوا مخليين الحالة دي. أنا عارف عنكم تشاهدوني وشاهدني العالم كامل، وقطعا عني هذا نقول عنه عيب وعار، عيب وعار على الصحراء. بين اللي هذا المنزل منزل الصحراء، ذي العالم الوطني منزل الجمهور، عالم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، نحن اللي معذبين عليه على ذا العالم، والعالم قطعا عنا لا يموتوا معانا حياوا معاه، وقطعا عنهم هم لا يستفادوا منه ويشتروا العالم اللي ظلوا يطلعوا ويقضوا يدوروا ويقلعوا، وقال عين ما قامت الضوء، قال عين الماء، قال عين الانترنت، نحن عشنا ذاك في هذه الظلمة اللي هي قطعا عنها ما يقدر يعيشها حد. السالكة افتح قطعا عنه ما يقدر يعيشها حد. هذه الحياه تعبت الحياه شيء منها يا غير. نحن بعد كعائله وكذا هم اللي سعيدين به، اللي عارفين عنه هذا لا عطاء من اجل ذي القضيه ولا دفاع من اجل ذي القضيه، وقطعا عنا ماشيين فيه ذي القضيه اللي هي مشبث بها اي صحراوي واي صحراويه، وكل الوطن او الشهاده وبالبندقيه لنا الحريه.